عندي البنان، موجود البنان. هو انا عندي البنان وانت قلتي لي كلاشيتيني واحتقرتيني. دكيني دكيني عندي وريني البنان. فين عندي نوك؟ فين نعطيك البنان؟ الفوق البيت من عليك. لا انت بالي ما عندكش البنان الحبيبه ديالي. الله تدابع انا نوريك البنان ديالي. زيد نشوف هاد البنان عندك. خل عندك ثاني شهر ما عرفتش. والله ما نعرف. يلا طلع. جات عندي واحد الدريه تاخذ البنان. ايه وملي بعت لها البنان اها قلت لها اش كديري بالبنان؟ قالت لي انت واش عندك البنان؟ قلت لها كنبيع البنان. قالت لي البنان الاخر. ما فهمت والو واش كتقصد. ود عمك ما فهمش. وانت عندك خيبر وعندك جريبه فهمي ود عمك. ودي الله يهديك الله يهديك. وصعيب انا راه حشمت منك. واش نقول لك؟ راه بغاتك بهذا المعنى كلمه. طار دلاعه وما طبوعهاش اصاحبي. واش دلاعه ما طبوعهاش؟ كلشي الحمد لله. ونطبع باباها. ايوا سير تكل على الله اصاحبي. واش جات لعندك وفلت شات قايب شردين هنا. السلام عليكم. الله يحفظك اختي. الله يحفظك. مزيان الحمد لله. شحب الخاطر؟ واحد الكيلو ديال البنان. البنان؟ ايه. اش بغيتي ديري بالبنان؟ انت سوقك؟ نعطيك البنان. يلا دابا. مرحبا. مرحبا. بغيتي البنان؟ نعطيك البنان. ها هو كيلو. راه شي ميكا راه شي ميكا ود عمي. هو ود عمي كيلو ديال البنان. ها هو. أنا كيلو تبانا. خلي الصرف. خلي الصرف؟ كيلو تبانا بربعة آلاف. هو الباترا. تبارك الله. هاوشة شبالك الله بخير هاو رزقة وخميرة وما عرفتش ايش ليها صح. هادي هاوتو. انت راه هاوشة تبارك الله راه دلاعة وما مطبوعهاش صح. واش دلاحه ما مطبوعهاش؟ كلشي الحمد لله. ونطبع باباها. ايوا سير تكل على الله اصاحبي. هاوشة جات لعندك وفلت شات قايب شردين هنا. واش عدير؟ شوف قابل لي الطابلة. ود عمك غيمشي يلعب لله. عندها فيلا؟ ما نخافش عليك. واش عندها فيلا؟ اوكي موجود خير. انا عارفك ناضي. ستف لي السلعة. ستف لي العلم. ستف لي العلم انا جاي. يكون هاني. طلع لي الجوكا. السلام عليكم. السلام عليكم. اش جابك هنا؟ ودابا انا. ما كنبغيش واحد يعطيني شي حاجه فابور. وكي صرف عندنا خد 1000 ريال بركه. خديت 1000 ريال. خدي فلوس. كون بغيت تصرف ما خديتهم عندك. انا بغيت ندور معاك. انت ليا كتبيع كيسير بوديك. بغيت ندور معاك. قود عليا والله الا بقود عليا قلع الله وصافي. انت عندك فيديو؟ عندي فيديو. عندك فلوس؟ عندي فلوس. بغيت نسولك. بغيت نسولك. وي سول. لا علاش كتاخذي البنان؟ انت عندك البنان؟ انا عندي البنان كنبيعو في الطابله. لا ماشي داك البنان. كتعرف قيمه البنان؟ لا ما كتعرفهاش. واش درتي سعر الفار؟ كتب لي كونيكسيو عندك من نتا. كونيكسيو؟ وي. اش كتقول هادي؟ ياك ما كتدق عليا. اش كتقول هادي بنان؟ اهلا سفيان. ديجا مالك؟ دابا انا مخربق. مالك اش خربقك؟ دابا انا كنبيع البنان. عارفاني كنبيع البنان والديزير. عارفك. جات عندي واحد الدريه تاخذ البنان. ايه وملي بعت لها البنان قلت لها اش كديري بالبنان؟ قالت لي انت واش عندك البنان؟ قلت لها كنبيع البنان. قالت لي البنان الاخر. ما فهمت والو واش كتقصد. ود عمك ما فهمش. وانت عندك خيبر وعندك جريبه فهمي ود عمك. ودي الله يهديك الله يهديك. وصعيبي انا راه حشمت منك. واش نقول لك؟ راه بغاتك بهذا المعنى كلمه. ها بغاتك اصاحبي. انت سير سير سير. وبغاتك السيده بغاك. سير الله يعاوننا ويعاونك اسوفيا. الله يحفظك يا بيجي. يلاه فهمتك. عندي كونيكس وشويه ثقيله. انت سير سيده بغاك. قلت لك سير سير. ما نحشمش. ما تحشمش. سير السيده راه بغاك. يا صافي ندي لها البنان ونعطيها البنان الاخر. وسير. لا حول ولا قوه. وقداش لو ما كيفهمش هاد السيد. ما فهمتوش. ما فهمتوش.
مليح مليح مليح. السلام عليكم. عليكم السلام مدام نوره، شحال بالخاطر؟ شوفي دخلت اليوم السلعه جديده، شحال بالخاطر؟ بغيت غير واحد جوج كيلو د العنب، جوج كيلو د البنان نجيبهم ليا للفيلا. الله يخليك. غنجيب لك السويله من عندي غراتوي. شكرا نوره. فين غنجيبهم لك؟ للفيلا. نجيبهم لك للفيلا؟ علاش مالك؟ سهرتي. لا نجيبهم لك للفيلا. ما تخافش. واخا. كاين حتى واحد في الفيلا؟ لا ما كاين حتى واحد، راه اللي خدام معاك راه عارف فين كاينه الفيلا وغيرها. عارف عرفت الفيلا ديالك. يلاه سلام عليك. الديسير تعطل عليا، صيبت انا الصخرة عاد اش بغيت تعطل. هادي هي الفيلا، هي هادي ولد عمك اليوم غادي يعطيها السويله وعن شيخ ونديخ. على السلامة وجا. مرحبا. اه هيا السويله، هيا السويله دكاليه، ها العنب دكالي، البنان ديال الزمور. يا دخل تفضل. لا لا ما ندخلش انا الفيلا عندك، ولا كان راجلك ولا شي واحد يضربني. لا لا ما تخافش، حتى واحد راجلي ميت. ندخل الفيلا. اه راجلك ميت. اه انا حي. يلا دخل. شمي شمي، دير حد ولاد فرش، هاد ها السويله، ها العنب، ها البنان. قولي ليا، هاديك النهارات بقيت كنفكر، وعاد عرفت بأنك قلت لي على البنان. عندي البنان، موجود البنان. وأنا عندي البنان وأنت قلتي لي كلاشيتيني واحتقرتيني. دوكي وريني البنان. فين عندي لوك فلان عطاك البنان؟ الفوق بيت الناس. الله عليك. شكا. ها؟ شكا. الناموس هي زوينة. زوينة. اطلع واحد. وين مشى الكواليت؟ جات كاملة. عمشى الكواليت ونجي. مشى الارتي في الجمال. انا جاي بيبي ديالي انا جاي هاك دكالي من هنا والله تهرب. وفينا ود عمي؟ واش تكيدير اخويا سفيان؟ هاد الدقيقة موجودة ود عمي، كلشي كاين. جوج كيلو جوج كيلو من حاجة مطيشة والخيار والدنجال والعالم. صيفطهم ليا للدار والخدام عندك. والهاني انت انا صيفط ليا اخويا الديسير البنان بغيت ولد الدار. اجبد ليا البنان عندي معاه قصه ود عمي. وانت قول لي كيفاش قال لك اخويا بالبنف قال لي طيح مع شي مواد الفيلا صاحبي. قالت لي جيب لي بنينات وديت لها بنينات وعنيبات ديت لها سويله ايه؟ ومليتهم لها الفيلا قالت لي يلعب معايا اللعب. دخلتني البيت نعاس وملي دخلتني البيت نعاس. ايه هربت. ويلي هربتي يا ويلي، انت راجل انت، انت ود عمك يعطيها الفتكوس يعطيها الخيزو، بغيتني انا ما عرفتيش ليها ود عمي يا ويلي. ما عرفتش لا؟
والله هاد المره ود عمي والله ود عمي هاد المره تلعب مع اللعب هادو كالين والله يتنوري البنان ديالي كيفاش يلا بين لي ود عمي بين لي عليك ود عمي سير اجي تشرب واحد لا صافي ود عمي تشرب الدكاي وكتشحر ما عمرك عشيري ورد عليا الخبار صافي حيد سير الله يسالك وزيدوا الخضره ما طيش الخيش انا اش من وجه عندي جي عندها ديك النهار قالت لي يلعب معايا اللعب صعد هربان عليها ولكن دابا ما غاديش نهرب اليوم غادي نلعب لعبي نمشي ندق عليها ريم جيك دير هنايا جبت لك واحد السويله وجبت لك شويه ديسير شدي شدي قولي بسم الله واش هذاك النهار هربتي وجهي دابا كتقولي شفت لك الديسير والسويله داك النهار يتهرب عيطات لي امي التليفون قالت لي الو فينك جي عندي دابا صوب لي الروبيني راه فات في الدار وين امي ولكن دابا شوفي ما تضحكيش عليا انا ماشي دري صغير انا لا مول الديسير كناكل مقويات لا انت باليا ما عندكش البنان الحبيبه ديالي الله تدابا نوريك البنان ديالي زيد نشوف هاد البنان عندك دخل عطاك ثاني شهر ما عرفتش والله ما نعرفش يلا طلع تاد مول هوندا فينا وتاد مول هوندا فينا وينزل لي البنان ود عمي ود عمي جاك يدير اخويا شوف شوف خاصني نبوسها فوق الراس ود عمي زعمتيني زعمتي وريت الدكالي وريت البنان كي دايره ود عمي من هادشي ياك شرف جيب الدرب ديالنا ود عمي ود عمك شرف بالدكاله ياك ما نطيحش الدل على دكاله ود عمي دكاله ما نطيحش الدل الخضره اللي كنعطيك قضيه المفعول ديالك يا ود عمي شله شله بنان وشله تفاح ود عمي داك الشيء ود عمي ميكس عطيتي المقويات صحتك وراحتك يا خويا المواد الفيلا ما عندهاش ما عندهاش ختا ود عمي نعطيها انا الخيش زوي نعطيها اللفت سي سي ود عمي سمعها شوف فالينا صاحبي تعامل معانا صاحبي سير ود عمي الله يعاونك سير سير اخو قلبتي عليا وجهك الله يسهل عليك سير ود عمي سير قالك مواد الفيلا عندها ختا ود عمك ياكل الغله بوحدو خير ما بغيتش نتلاقى معاك في الفيلا حدا الفيلا داك الشيء قلت لك نتلاقاو انا في الجرده اه مالك عندي شي اخبار شويه خايبه وبغيت نهضر معاك بعيد على الفيلا شنو هي الاخبار اش غادي نقول لك مشي عند الطبيب كدير السي سفيان السي الطبيب بخير لاباس عليك لاباس الحمد لله عيطتي ليا ياك ما كيباس خلعتيني اودي شوف دا سفيان ما كاين ما نخبي عليك شنو كاين اسي الطبيب راك من عيطت عليا زعزعت عليا قلبي قول لي شنو كاين وقول لي التحاليل واش خرجوا واش ممكن خرجوا خرجوا التحاليل خرجوا مزيان ما كاين حتى شي حاجه خايبه داك العيان اللي كان فيها يحيد ماشي عيا داك الشيء ماشي عيا داك الشيء مرض اسي الطبيب اش كتقصد قول لي شنو كاين خلعتيني سيدة زي ما كوا أرى قول هاش السيد طبيب واش غلط هادشي غلط ولا شنو لا كاينش غلط ما كاينش غلط شي ما كيكونش فيه غلط ودابا عندك علاقة جنسية مع واحد السيدة أكون عاديتي يمكن لا سير قولها ليها تجي عند الدادة وتدوز السايل تشوفوا واش داك الشيء فيه ولا ما فيه كنشوف لك السي الطبيب لا لا خلي خلي عندك هذا خويا سفيان خليه عندك يلا الله يعاونك تساعد انا مريض وفي السيدة وسمحي لي بزاف حدات معاك علاقة جنسية يمكن عاديتك بالسيدة بحالي ولكن انا ما نسمحش فيك وانا مستعد نتزوج بك وما نتخلاش عليك سمح لي بزاف انت اللي غادي تسمح لي باش انا اللي عاديتك دابا انت اللي عاديتني انا محشومه شركه الناس ها
انا كنبيع الديسير وانت مريضه، انت مريضه وما غاديش تقولي لي انا مريضه وبالعاني عاديتيني. حتى انا واحد عاداني وما قالاش لي اسمح لي. شو ما جالك؟ ها انسان مريض في السيده يداوي راسه، ماشي هو مريض ودير علاقات جنسيه مع الناس ويعاديهم. إلا ما كاين ما نخبي عليك، درت واحد الغلط كبير معاك. ياك لاباس. كنطلب منك تسامحيني، غلط في حقك بزاف، كنت كنخونك مع واحد السيدة عندها فيلا ولاباس عليها، وغرني الطمع، مشيت معاها للدار، وهي مريضة بالسيدة وعداتني. واش هادشي اللي كنسمع بصح؟ بصح، ولكن من اليوم نقول لك ما بقيت تشوفيني ما نشوفك، صافي نسيني، حيت انا مريض ولا بقيتي معايا عاد مرضيت انت، وانا كنت كنخونك ما نستاهلكش، شوفي شي واحد اخر. سفيان انا تنبغيك. ولكن انا مريض في السيده. واخا فيك السيده، انا قابله بيك كيفما انت، انا غادي نوقف معاك حتى تبرى، غنديك ندوز ليك وكل شيء، ما غادي نخلي حتى شي كلينيك، غير بقى معايا. انت مسامحاني وقتها خنتك وقتها؟ مسامحك. واش موافق؟ موافق. يلا.